عليكم، اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير وبصحه جيده. المهم اليوم فيديو جديد وحلوه جديده صراحه، واحد الحلوه ديال التمر. ها هو التمر، حلوه ديال التمر البنات. انا ما عنديش معاها ما كناكلهاش، خصوصا ديك اللي كتكون معسله وهذا كنصوبها مزيان كتجي زوينه، ولكن انا ما كتغمزنيش، ما كتكيفنيش، ما كتجينيش المذاق ديالها. الا هاد الحلوه اللي غنبارطاجي معكم دابا البنات، هادي جبت السر ديالها من واحد المخبزه اللي كبيره ومعروفه، ما يمكنش ليا نقول السميه ديالها، ولكن نتوما عارفين المخابز الكبار اللي كاينين في كازا على رؤوس الاصابع، يعني معروفين. ف شحال كتباع عندهم؟ كتباع تقريبا ب 110 دراهم. تخيلوا كنمشي نشد طاكسي حمر باش نمشي ناخذ نص كيلو ب 55 درهم، وما كتجينيش غاليه. كنقول داك المذاق ديالها كيجيني زوين، فاليوم غنبارطاجيها معكم بعد ما عرفت السر ديالها. والله البنات الى السر ديالها بالحرف. نبداو على بركه الله. المهم هنا في المقادير غادي نحتاج، ديروا ورقه وستيلو البنات، غادي نحتاج هنا الرابعه ديال الزبده الحيوانيه. بغيتوا داك المذاق الحقيقي ديال هاد الغريبه، الزبده الحيوانيه. بالنسبه للناس اللي تيقولوا لي بغينا ديري لينا شي زبده تكون شي، ماشي زبده، شي حلوه تكون راقيه، كاين الناس اللي كيبغيو يتلددوا كيبغيو المذاق، فيمكن لكم ديروا الزبده الحيوانيه. هنا عندي رابعه ديال الزبده، عندي كاس ونص، ماشي كاس ونص، كاس وربع ديال الزيت، عندي جوج بيضات صغار، عندي هنا 150 غرام ديال السنيده تكون رقيقه، عندي الفلون ديال نكهه الكراميل، اللي ما كانش نكهه الكراميل ديروا نكهه الفاني، انا تعجبني نكهه الكراميل خصوصا في الغريبات. غادي نحتاج هنا الكاس لاروب ديال الجنجلان، يكون محمر ومطحون بحال هكا، شفتوا التحمر كيداير، شفتوا الطحين كيداير. وغادي نحتاج الكاس ديال اللوز يكون محمر ومطحون مهرمش، ولكن ماشي مطحون مهرمش كبير، شوفوا البنات مطحون مهرمش، ويكون الحبات شويه صغار. ملي نجيو نعضوا في الغريبه تبان لينا هكا، نشوفوا الحبات هكا بين سناننا دايرين الصوت، يعني يديروا الصوت، نتوما كتحسب ديك خاك خاك خاك. المهم هنا غادي نحتاج الملحه، خماره وحده، غادي نحتاج السكر كلاصي سبيسيال البنات باش يشد ليكم في الغريبه. غادي نحتاج هنا الكيلو لاروب ديال الطحين، انا كندير كل مره امغاليطا، هذيك الاخرى الاتقان، ميمونه، اختاروا وحده من هاد الثلاثه. انا غنخدم اليوم بهاد امغاليطا، زعما كنت كندير الاشهار، واو واو كره، حيت بزاف ديال الناس كيسولوني على الزبده وكيسولوني على الدقيق اللي كندير، كون زعما كنت كندير الاشهار كره ضربت يديا. المهم بالنسبه للتمر انا ما غاديش نوريكم هاد البكيه هادي، زعما السميه، انا ما لقيتش الاصيل. الا لقيتو التمر الاصيل المعجون خذو، انا خديت هادي ديال نص كيلو، ولكن انا غادي ندير غير النص ديالها، يعني عرابعه. بالنسبه للعقده هادي ديال التمر غادي ندير رابعه، غندير معاها معلقه ديال الزبده اللي تاهي حيوانيه، يعني الزبده العاديه، غندير شويه ديال القرفه، وغندير ما زهر بالعامري، ها هي بالعامري، ماشي شي هذا بالعامري، يعني داكشي اطاشي مع بعضياته، الحروف اطاشي مع بعضياتها، وملي كتقلبي كيبان لك داكشي بالاحمر، انا هذا هو اللي كنستعمل. شوفوا البنات انا راه هادشي ماشي كنشري، راه كنشري كنخلصو، يعني ماشي كندير اشهارات، غير انا كنبغي نبارطاجي معكم نتوما الحاجه اللي كاينه، يعني باش كنخدم من نيشان بلا ما نقول لكم حقه، ما نوريكمش المواد وداكشي باش نقول زعما راه ما مخلصينيش فيهم صحاب الشركه وهذا، انا كنوريكم كاع داكشي اللي خاصو يتورى. المهم بسم الله على بركه الله، اول حاجه غادي ندير قبيصه ديال الملح، شفتوا يا ربي غير يكون كيبان لكم. غادي نعجن بعدا العجينه ديال الغريبه هي الاولى، غندير قبيصه ديال الملح، غادي ندير الزبده، الزبده راه جبتها من الثلاجه قبيله، غادي ندير السكر سنيده، بغيتو ما ديروش السكر سنيده الابيض، ديرو هذاك البني، متفقين البنات؟
غادي ناخد غندير بعدا هذا وي معانا مع الصباج بنيس كيبان ليا التشريد. غادي نقطعو ونرجع معاكم. هذا ديال الكراميل باش يعطيني داك اللون في الغريبه، لان ديال الكراميل شتو اللون ديالو كيفاش داير. هنا غادي صافي درت كلشي، غادي نخلط بسم الله حتى غادي نتحصل على واحد الكريمه. هذه واحد الغريبه اللي كتجي هماويه كيف ما قلت لكم، نتوما يمكن لكم تلعبوا كيف ما بغيتوا، تردوها اقتصاديه ولا تحتفظوا بنفس المقادير، يعني تردوها اقتصاديه. الزبده ديروا البواطا ديال لافريري ديال الرابعه. وبالنسبه للكاس تاع اللوز مهرمش ديروا كاس ديال الاخر، كاس ديال الكاوكاو مهرمش، حمروا كاوكاو وهرمشوه ونقصوا منه شويه ديال الغبره ديال القشره ديالو وديروه. ولكن الا بغيتوا المذاق الحقيقي ديال هذيك اللي كتباع في ديك المخبازه، هادو هما المقادير، هما هادو نيتي شغنقول لكم، ونفس المقادير اللي كيدار ما كتزاد عليهم حتى حاجه ما كتنقص حتى حاجه. عرفتوا بنات راه كتجي واعره واعره. انا والله ما كتعجبني الحلوه، انا ماشي من محبي الحلويات، وهذه ديال التمر هي اللي كناكل. واصلا هذه البنات عندي فيها كوموند غادي نعطي لواحد السيده ان شاء الله. دابا غادي ندير البيض. البنات بالنسبه للبيض الا كان كبير ديروا وحده كبيره، الا كان البيض صغير ديروا جوجات صغار. انا عندي هادو صغار شويه، غادي ندير جوجات نخلط حتى كنطل باش نعرف واش كنفيلمي ولا لا. دابا راه الذكرى ديال المولد النبوي الشريف، ما بقى ليها والو، الناس كيبغيو يعرفوا هكا، فبلاص ما نبقاو نديرو حليوات اللي مثلا نقول لكم عجينه وحده الا بغيتوني نديرها معكم نديرها، بلاص ما نقول لكم ديروا عجينه وحده نخرجوا لنا شحال من حاجه، قدري ديري واحد النوع ولا جوج مزيانين احسن لك ما تبقيت ويكونوا زعما فيهم المقادير زوينين. شفتوا ديما كديروا البيض هو الاول عاد باش كديروا الزيت باش ما تعذبوش في التخلاط. نخلط شويه في الاول الريحه اللي طالعه شحال زوينه. باقا كاع ما درت لا كاوكاو لا هذا، باقا ما درت لا لوز لا جنجلان والريحه طالعه واعره طبعا الحال مع الزبده وداك الفلو. هانتوما البنات ضروري ما نخلطوا حتى غادي الخليط يتقال. دابا البنات غادي نزيد اللوز وجنجلان مطحونين ونخلط. على ريحه الله ريحه ما نعاودوش ما نتذكروش عليها واعره. صافي دابا غادي نبدا غادي نجيب الدقيق، غادي نجيب الدقيق وغادي نجيب حيت هادشي بيضه. غادي ناخد التقسيم الشبكه وغادي نخوي الدقيق باش نغربل، لان طريقه الخدمه بيد وحده. وغادي ندير دقيق عين ميزاني كي قبل
غادي ندير خماره وحده، غنزيد خماره وحده. الخماره كنديرها من الفوق باش ما تكفحش ليا، صافي. وكنديرها هنا، شوفوا باش زوين تغربيل، تحيد لكم اي حاجه، صافي. وكنخلط على قولك الله اكبر. ما كندلكش البنات، هاكا نجمع. انا غنخلي لكم الاذان تسمعوها البنات، وفي نفس الوقت تشوفوا، تبقاو معايا تشوفوا الجميع. شو البنات، غنجمع دابا القصعيه شو اللون ديالها كي داير. كنتمنى يكون اللون بان ليكم مع الاضاءه، ما عرفتش. المهم اللون كراميل، يعني لون الكراميل. وعاد ملي كطيب كتزيد مازال الذهب، كيولي المنظر ديالها كيشهي. غنزيد شويه ديال الدقيق فقط، غير شويه. شوف شفتو، كيكون الشكل ديالها اولا هكا. في نفس الوقت كتكور، شفتو ها هي كتكور. انا ما بغيتهاش تشقق ليا، كتجيني بحال هكا، صافي. غادي نحطها جانبا وندوز باش نصوب العقده ديال التمر. بقاو معايا البنات. دابا البنات غادي ناخذ، هنا راه خديت ربعه ديال التمر، غادي ندير عليه واحد شويه ديال الزهر. هنايا معلقه كانت عامره بالزبده، ماشي مشكل. شفتوا اشويه اشويه حيت كثرت، تقريبا واحد معلقه صغيره. وهنا غادي ندير واحد المعلقه حتى هي صغيره تكون عامره ديال الزبده. وهنا غادي ندير رشيشه ديال القرفه، شوف ما نكثرش، رشيشه صغيره، صافي. وغادي نبدا نحيد هادشي وندير يديا نخلط جيدا. كاين اللي كيدير اللوز مهرمش ولا جنجلان مهرمش مع هاد العقده. انا ما هاد الغريبه هادي اللي كنت كنشري ما كناخذهاش بحال هكا، كتكون العجينه هي اللي مقرمشه باللوز والعقده لداخل هكا معلكه من الداخل، ما فيها والو.
ولكن العقده من داخل بنينه. صافي غادي نخلط مزيان دابا، وغادي نجيب ميزان وغادي نعبر 10 غرام في كل حبه، غندير 10 غرام لان ما كيكونش فيها انا هذه. وهنا البنات غادي نبدا كنعبر في الحبات ديال هذا في العجينه. بالنسبه انا راه غلطت البنات، غادي نصحح الغلط ديالي. بالنسبه لهاد الكويرات غادي ندير 15 غرام، وبالنسبه الكويرات ديال التمر غادي ندير فيهم 4 غرام، ما غاديش ندير فيهم 10 غرام، غندير فيهم 4 غرام. راه انايا كنصور كنكون مرفوعه. بالنسبه للتمر البنات راه ما كفانيش هذاك رابعه، وصدقت زايده رابعه اخرى، فهمتوني البنات؟ يعني نص كيلو ديال التمر اللي خدات ليا قد نص كيلو ديال التمر اللي دات ليا، فكيف ما كتشوفوا. المهم انا خاصني نقول لكم اللي كاين وصافي، اي حاجه كان عندي. وهنا البنات من بعد ما كورت كل شيء كيف ما قلت لكم، هنا نصف الكميه ديال التمر اللي درتهم من بعد ملي عمرت هاد اللاطه، عاد باش عاود درت نصف الكميه الاخرى ديال التمر اللي درت فيها معلقه صغيره ديال الزبده ومعلقه صغيره ديال الماء زهر ورشيشه ديال القرفه، وخلطت مزيان مزيان صافي، وعاد عاود تكملت به. انا في المقادير غادي تلقاو كل شيء في صندوق الوصف ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنا البنات راه غادي تشقق ليكم، تحسوا هكا بان العجينه هكا كتشقق، ولكن البنات ما تخافوا ما والو، راه هي كتكون هكاك. بالنسبه للبنات اللي غيقولوا لي زعما على الزبده الحيوانيه، واش الا بغينا نحيدوها واش نكملوا المقادير عادي؟ يعني الا بغينا نديروا الزبده ديال البواطه واش نكملوا المقادير الاخرين العادي؟ اه البنات كملوا المقادير عادي عادي صافي. البنات هنا كيف ما كتشوفوا هذه الطريقه بغيت نوريها لكم. كناخذ واحد الكره ديال العجينه وكنضغط عليها مزيان، ندير حفره بصبعي وكنحط هذيك الكره ديال التمر وصافي، وكنغلق عليها وكنقادها بيدي ونحطها. من بعد البنات كنجيب واحد المرشم، هذاك المرشم البنات راه موجود ورخيص، وقيلا خديته بشي 3 دراهم، ها هو غادي نوريه لكم دابا. كنجيب واحد الطبيسيل ديال الدقيق حدايا، وكناخذ المرشم وكنبدا كنرشم، كل رشمه كندوز الدقيق، كل رشمه كندوز الدقيق، يعني ردوا البال لهاد القضيه باش ما يتلصقش ليكم. واخا راه تشقق من الجناب اللي كيدخل الفران راه مع الطياب كتجمع الغريبه وما كيبقاش يبين لا تشقاق لا والو. فغادي نكمل هكا حتى ان شاء الله غادي نكمل كل شيء ونرجع معكم. الفران خاصو يكون سخون، درجه حراره متوسطه. المهم البنات الحلوه قربت تخرج من الفران، بقيت غير تحمر. دابا غادي ناخذ السكر كلاصي نغربلو، ضروري السكر كلاصي تغربلوه ضروري. غادي ناخذ واحد الكميه، المهم هذه ديال نص كيلو كلها، حتى الا بقات شي حاجه راه غادي نرجعها للساشيه ديالها. المهم ها نتوما البنات شفتوا كيتغربل باش هادشي ما يعنكشناش. في كنبقى نضغط عليه غير بيديا حتى كيهبط وكيهبط مقاد شفتوا. دابا غادي ناخذ اللاطه وغادي نحط الحليوه ديالي، شفتوا كي كتجي مذهبه كتجي وما حدها سخونه يا البنات. كنبدا كندير فيها كندير هنا وغير بشويه حيت ما حدها سخونه كتشد السكر كلاصي كتشدو صافي، ونبقى غير بشويه ماشي توركوا عليها ولا هذا توركوش عليها باش ما تفرتتش، تشد لينا غير السكر كلاصي شفتوا كنقادوها هكا شفتوا. كنرشوها من الفوق، ما نحاولوش اننا نعمروها بالسكر كلاصي البنات، غير تاخذ غير داك البياض. ملي كتكون سخونه كتشد لينا، ملي كتبرد ما كتبغيش تشد لينا شفتوا. كنحاول انني نقادها من الوجه باش كيبقى تبقى ديك الزويويقه. غادي نبقى دابا حتى نكمل كلشي ونرجع معكم باش نوريكم كيفاش كتجي من الداخل. عرفتوا البنات راه كتجي رطبه ومعلكه. يلا البنات نكمل ونخليكم تنطلاقه.
وكيف ما كتشوفوا البنات راه كتجي واحد الحلوه اللي رائعه رائعه، وحتى الا ما كنتيش كتاكلي الحلوه ديال التمر غادي تاكلي، انا متاكده راه كتجي بنينه بنينه بنينه. ويا ربي تسمح لي وصافي اللي يشوفني شي واحد كي ما عرفتش، حيت هذه لا غوسيت ديال مخبزه كبيره 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 بلا ما نسميها، لاني الا سميتها غادي نصدق نجبد صداعات على راسي وداكشي. المهم انا غادي داكشي اللي كيسلك الناس هو اللي نبغي انا ندير. كيف ما كتشوفوا كتجي معلكه، شوفوا راه راه كتحطي يدك كتحليها كتحل، شوفوا كيجي داك التمر من الداخل وكيجي في هذاك التحمار ديال المخبزات الكبار، شفتوا وكتفرتت يعني رائعه رائعه. البنات حتى اللي ما عندوش الفم دوب ليه فمو، هادي دوب ليه في الفم ديالو. هنايا جبت هذيك البواطه، كنت غادي نجلس زعما كنشرح لكم، غادي نستفها ملي غادي تبرد نستفها، وبغيت نوريكم حتى ديك الحليوه اللي كنت درت معكم داك النهار راه ما بقاش فيها، بقات فيها رابعه لان الناس عجباتهم وبعت منها، وغادي نعاود منها ان شاء الله. نتمنى ان الفيديو ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، كنبغيكم بزاف بزاف، وخليوا لي واحد لايك للفيديو ما تنساوهاش. غادي تلقاو المقادير في صندوق الوصف، نتلقى معكم ان شاء الله في فيديو جاي غيكون واعر. السلام عليكم.